ايه كمان؟ لقطتين بسرعه جدا. خلاص انا عارف ان الوقت خلاص بيجري منك. اللقطه الاولانيه بالنسبه لي هي جرس انذار للنادي الاهلي قبل مواجهه الترجي. انا معايا 30 ثانيه. طيب خلاص هي بقى هناخد اللقطه دي. جرس انذار. جرس قال لي يا كريم بيخوفني فالحقني بسرعه. جرس انذار للنادي الاهلي ونعرض واحد نتكلم. هي مش تاخد اكتر من 30 ثانيه. جرس انذار مهم جدا للنادي الاهلي قبل مواجهه الاهلي في مباريات السوبر ليج, ودي هجمات الاتحاد السكندري مع دخول الشوط الثاني. نفس الحال في مباراه الاسماعيلي, نفس الحال استقبال هدف في الدقيقه 62 امام البنك الاهلي, نفس الحال في استقبال هدف من يوسف لبيب في الدقيقه 60 في مباراه انبي, نفس الحال في السوبر ليج الافريقي 3 اهداف من الاربعه اللي سكنوا شباك النادي الاهلي, هدفين امام سيمبا وهدف امام سان داونز في الربع ساعه من الشوط الثاني. ده بينقل لك حاجه مهمه جدا, الاهلي يدخل الشوط الثاني دايما عنده مشكله. الطبيعي ان الاهلي يرجع من اوضه اللبس بشكل افضل. الاهلي لما بيتقدم في النتيجه في الشوط الاول بيدخل الشوط الثاني في مباريات كتير جدا بشكل مريح, اللعيبة بتستسهل المباراة, فلازم جرس انذار مهم جدا قبل مواجهة الترجي. انت لا ينفع تبقى داخل مش مركز طول الوقت 100%, ولا في الربع ساعة الاول من الشوط الثاني, ولا في اي وقت من اوقات المباراة.